ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم اونست من قناه اونست ارت. هيدي هي الايفنت يا شباب، مقسمه لثلاث اجزاء. اول جزء ثلاث كروتي كانوا الباقي مقفلين، هلا فتحوا كرتين تانيين، وبعد في كرتين مقفلين بيفتحوا بيرجعوا بعد شي 4 ايام ان شاء الله. حملت مقطع قبل على ثلاث كروت القدماء كيف تخلصوا المشن، وهلا هولي الكرتين كيف تخلصوا المشن. فيكم تخلصوا بالورزون او حتى اذا عندكم ريفرس مجانا او اذا عندكم الملتي بلاير. هذا الكارت سهل كتير، ريفايف 20 مره تعمل ريفايف لرفيقك، يا اما بدك تعمل اسيست 100 شخص اسيست. هلا بقول لكم على طريقه الاسيست اذا عندك الملتي بلاير. الكارت اللي بعده هو بدك تعمل ميشن بالريبرس، هيدي اللي عليها قفل تخلصها 3 مرات سهل كتير، يا اما بالملتي بلاير تقتل 3 25 مرة ما تموت، يعني تقتل 3 وتموت اوكي 25 مرة تعيدها. مشان الاسيست يا شباب اللي عنده ملتي بلاير، اول شيء واخيرا فتحنا هول السيفان، شوفوا شو حلوين. هذا اللي عنده الباتل باس، واللي ما عنده كمان في يفتح السيفان، كتير رائعين ودمجهم كتير عالي وسريعين. كانوا بالورزون 1 كان بدك بندل لحتى تشتريهم وتفتحهم، صعب كتير، اما هلا فيك تفتحها. هيدي الكروسبو يا شباب كمان انا نزلت جليتش كيف تجيب الكروسبو. هلا هي عنا مقفله، بس في طريقه كيف تفتح الكروسبو وتعمل كمان لود اوت تسيفه وتلعب فيه ملتي بلاير. الكروسبو كتير بتنفعكم بالاسيست، يا اما حطوا حيلا سلاح ودمجوا فيه بس ما تقتلوا فيه، لازم خلي رفيقك هو او خويك هو يعمل فينش، يعني انت بس دمجه شوي وروح. فانا استعملت الكروسبو منه بطورة، ومنه بحط لها هي الثيرمت النار، بحطها حده بكبها حدهم بيتدمجوا بيرجعوا بيموتوا وبياخد عليهم اسيست. الكروسبو كتير حلوة بالملتي بلاير بس ما كتير بتنفع بالفايتات، يعني شكل حلو بس. هيدي الجيم بلاي انا كنت عم بلعب انا ورفقاتي. هلا شباب بعد في كرتين هولي بيفتحوا بيرجعوا بعد 3 4 ايام، اكيد حاشرح عنهم كيف تفتحوا اخر كرتين. كل شيء بالوصف بتلاقوا اللي بدكم اياه، واي مشكله بتواجهوها بكول اوف ديوتي او بحيلا جيم اكتبوا لي بالتعليقات، انا ان شاء الله برد على جميع التعليقات. ويعطيكم الف عافيه، وما تحرمونا من الاشتراك واللايك، وإن شاء الله منشوفكم مقاطع تانية.